أفيدت بلدية عين والسارة في ولاية الجلفاء أعمال شغب واحتجاجات عارمة أقدم فيها محتجون على حرق مقر وكالة دعم تشغيل الشباب، وهذا على خلفية قائمة السكن الاجتماعية والتي قال عنها المحتجون أنها لم تراعي أي معيار من معايير التوزيع العادل. على كل حال تفاصيل أوفى عن الموضوع نربط الاتصال مباشرة عبر الهاتف بزميل نورين عمارة المتواجد بعين المكان. أهلا بك زميلي نورين. صباح الخير زميلتي حنان. نعم نورين، ماذا لديك من تفاصيل جديدة أو كيف إن صح التعبير أو كيف هي الأوضاع هناك في بلدية عين والسارة؟ تفضل. نعم زميلتي، متواجدون حاليا ببلدية عين والسارة، لاحظنا هناك توتر كبير من قبل الغاضبين على القائمة السكن التي أخرج عنها صبيحة يوم الأربعاء الماضي التي تحتوي على 167 سكن. وقعت مشادات عنيفة بين المحتجين ومصالح الأمن أدت إلى حرق مقر وكالة لونساج وأيضا مقر البلدية القديم، وحاول المحتجون أيضا حرق مقر أيضا منزل رئيس البلدية، لكن مصالح الأمن تصدت لهذه المواجهات. غالبا ما تتشدد المواجهات ليلا، حيث شهدت المدينة حالة من الغليان وغليان وأيضا حرق للعجلات المطاطية وغلق مختلف الطرقات. منذ قليل كنا متواجدون بمقر الدائرة، حيث لاحظنا الشباب الغاضب متواجد هناك ويندد بقائمة السكن مطالبين السلطات المحلية وعلى رأسها. نعم نورين، هل كانت هناك يعني إن صح القول خسائر بشرية؟ نحن نعلم أن هناك خسائر مادية، هل كانت هناك خسائر بشرية؟ تفضل. نعم هناك أيضا وقعت مناوشات بين مصالح الأمن وأيضا المحتجين. بعض المصادر تقول هناك بعض المصابين من كلا طرفين، يعني من المحتجين وأيضا من قوات الأمن. قامت قوات الأمن أيضا باعتقال العشرات من المحتجين وتواجدنا حاليا بالمؤسسات العقابية. نعم، هل تم احتواء الوضع هناك أم لازالت الاشتباكات نعم تفضل. حاليا يبدو أن هناك هدوء، ربما قد يسبق العاصفة. أمس أيضا هناك أيضا هدوء في الصبيحة، لكن تشددت الاحتجاجات ليلا، ربما أيضا الليلة ربما ستتشدد الاحتجاجات والغضب من طرف المواطنين. نعم شكرا لك زميلي نورين عمارة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام.